لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العقيد. ما شاء الله تلاوته حسين وجميل ولكن بعض أخطاء شد. درشوغ عما در عبار البرتجوغي سيد أبو الفضل أقدسي إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العقيد. أعيد ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حسبك. صدق الله العظيم. سيد أبو الفضل شما خواسته شديد مشكل نداره تلاوات شما خیلی خوب شده. درشوك আমাদের সৈয়দ আবুল ফজল খুব ভালো তেলাওয়াত করেছে দেখি আমাদের বিচারক কি বলেন মাশাআল্লাহ তেলাওয়াতও হাসিন ওয়া জামিল আস ওয়ালাকিন বাযু আখতা শুদ বাযি খতা শুদে আস আম্মা বরাইয়ে শুমা দোয়া আমি কুনিম ইনশাআল্লাহ শুমা মুআফাক বশিত ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ পিওর চকলেটের সাথে সফট ওয়ান্ডার মাফিন কেক বাইটে বাইটে ওয়ান্ডার